بينورني ويشرفني في الاستوديو الاستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بجريده الدستور. يا استاذ سعيد منورنا ومشرفنا. اهلا بك يا امير. اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي تمام. عندنا كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه. خلينا نبتدي بالنادي الاهلي. كيف ترى استعدادات النادي الاهلي الحاليه للمباراتين المقبلتين سواء امام المقاولون العرب او نادي الزمالك؟ انا شايف الاهلي بيستعد لهذا الموسم بشكل قوي جدا ومختلف عن السنوات اللي فاتت. لجنه التخطيط في النادي الاهلي بتلعب بدور مهم جدا هذه المره في تحديد احتياجات الفريق من بدري قوي. في السنوات الاخيره كان في حاله تخبط ما بين مين جهاز فني موجود مش موجود، لكن حاليا اصبحت وجود لجنه التخطيط هي المعيار والمحدد. بس هو كان بيبقى في جهاز فني، كان بيبقى فيه جهاز فني بس في الفتره الاخيره كان يعني كان في حاله من عدم الاستقرار، يعني في اخر سنتين بالتحديد فيما يتعلق بايه، فيما يتعلق بالاختيارات انت محتاج ايه وهتجيب مين وفين، فكان ده ما كانش واضح بشكل قوي. في وجود لجنه بتنظم العمل ده بالتنسيق مع الجهاز الفني، انا شايف السنه دي الاهلي بيشتغل بشكل افضل. هي اللجنه موجوده لزياده التنظيم وده شيء اكيد مهم ودور من النادي الاهلي، يعني مطلوب منه ان انت لازم تحاول تنسق كل امورك زي ما معتاد دايما جمهور النادي الاهلي ومسؤولين في النادي الاهلي في سيستم معين بيمشي من خلاله يعني. صحيح. فده اعطى او اضفى استقرار اكبر على الفرقه وخلى الاهلي شايف كويس هو محتاج ايه. انهى بشكل مبكر جدا صفقه رمضان صبحي اللي كانت ممكن تعمل مشكله كبيره لو مش موجود. بيشتغل على الاماكن اللي هو محتاجها بشكل كويس جدا، يعني في اسم او اتنين اصبحوا قريبين جدا في بعض المناطق الخلل. الو ديانج اللي موجود النهارده بشكل مبكر جدا وبعيدا عن الصراع ومن غير ما حد يعرف، صحيت من النوم لقيت ان الاهلي انهى صفقه. فانا شايف ان الاستعداد السنه دي مختلف عن السنوات اللي فاتت اللي كان مصمم. تتكلم عن الصفقات؟ انا مصمم. انا شايف الاهلي بس عشان برضو الجزئيه دي مهمه جدا لازم ناكد عليها، واحنا قلناها في اول حلقه ونعيدها لجمهور النادي الاهلي تاني. النادي الاهلي ما بيعلنش عن صفقه غير لما بتخلص بشكل كامل، لان ممكن خلال الساعات الحاليه البعض بيتكلم عن بعض الاسماء. صحيح. واسماء اكيد جيده وكل حاجه، لكن حتى الان لم يتم الانتهاء من اي امور تعاقديه. بمجرد ما يتم الانتهاء بالتعاقد مع لاعبين معينين الله اعلم هم مين، خلي الموضوع خاص بس بمجلس اداره النادي الاهلي والمسؤولين عن التعاقدات، هنتم الاعلان من خلال النادي الموقع الرسمي ومن خلال قناه النادي الاهلي. لكن حتى الان يا جماعه حتى الان لسه ما فيش اي جديد بخصوص صفقات اخرى. صفقتين اللي جابهم النادي الاهلي رمضان صبحي واليو ديانج، ان شاء الله ما يبقى في جديد رسمي فقط هيتم الاعلان عنه زي ما احنا متعودين. اتفضل يا استاذ. صحيح. فزي ما بقول لك كده الاهلي انهى بسريه تم موضوع الو ديانج، ما كانش حد عارف يعني في الوقت اللي احنا بنفكر فيه في اسماء ثانيه بعيده عن الو ديانج، فوجئنا ان الو ديانج هو اللاعب اللي الاهلي انهى فيه انهى التعاقد معاه. وكذلك بيسير، وانا عندي يقين بده ان الاهلي هيفاجئ الناس ببعض اللاعبين بعيدا عن الاسماء المطروحه في الساعات الاخيره. فده بيقول ان في شكل اكثر استقرار، بيقول ان الاستعداد افضل من المواسم الماضيه، بيقول ان في ناس قيمت بشكل تفصيلي كل حاجه حصلت في الفتره الاخيره وعارفه هي محتاجه ايه من الموسم اللي جاي. دي جزئيه مهمه قوي. انت عارف احتياجاتك كويس وبتشتغل على انك تجيبها، مش تجيب لاعبين وخلاص، او مش بتجيب يعني مش تجيب في اي مركز وخلاص، لا انت بتشوف النواقص اللي عندك ودي سمه. صحيح. مهمه قوي في النادي الاهلي. صحيح. بتحاول تدعم فيها. مفيش صفقات قيديه، مفيش محاولات اللي انت بتزايد على خصم في صفقه هو محتاجها. او يعني انا شفت في الساعات الاخيره جمهور الاهلي بشكل كبير جدا يقول لك في لاعب في بيلعب لنادي خصم بيتمرد وبيهرب لو الخصم ده في وضعك الحالي كان تدخل، لكن الاهلي ما بيعملش كده. فدي حاجه كويسه جدا، انا شايف ان الاستعداد بيسير بشكل جيد. ما دخلناش في الامور دي، بص عشان احنا الوضع عندنا هنا محرج بالنسبه لنا، بلاش نتكلم في الامور دي. برضو لما هيبقى في حاجه رسمي النادي الاهلي هيعلن عنها من خلال المنافذ الاعلاميه الخاصه بيه. لكن عايز اتكلم بالتحديد عن استعدادات الفريق في معسكر اسبانيا، ودي استعدادات مهمه ومعسكر غايه في الاهميه بكل تاكيد. يمكن الامور بتسير بشكل جيد، الفريق بيلعب ماتشات وديه. شفنا وليد ازارو بيستعيد ذاكره التهديف تاني، بيسجل بطرق مختلفة، شفنا اللعيبة بدأت حالة الانسجام بتعود من جديد. كم الماتشات الودية اللي هيحصل في الفترة الأخيرة أو اللي حصل واللي هيستمر الفترة الجاية بيخلينا نشوف الفرقة رايحة إن شاء الله للثلاث مباريات اللي جاية، المباراتين المقبلتين في بطولة الدوري في نهاية الدوري. خلي الفريق يختتم الموسم بشكل قوي. شايف إن الإدارة نجحت إنها تعزل اللاعبين عن أي مشكلة، مفيش أي مشكلة موجودة، فهو المعسكر الأكثر استقرارا في الانديه المتبقي لها مباريات في الدوري. يعني الحاله اللي بيعيشها الاهلي حاليا هي الحاله الاكثر استقرارا واللي تقول ان الفريق ده هو اللي هيقدم النتائج جيده مقارنه بالخصوم اللي فيه بعض المشاكل موجوده. ايه اللي بينتظر جمهور النادي الاهلي من فريقه في الموسم الجديد من وجهه نظرك؟ عوده الشخصيه. عوده الشخصيه بمعنى فكره ان الاحساس بمسؤوليه
تيشيرت وقميص الاهلي. الموضوع مش مجرد فوز وانتصارات وبطولات بقدر ما هو احساس بقيمه التيشيرت اللي انت بتلعب بيه. لكن الشخصيه موجوده اصلا في النادي الاهلي من فتره يعني الموسم اللي فات، لكن برضو خلينا نركز على ان كان فيه ظروف معاكسه جدا واستثناءات كتيره جدا في الدوري المصري وتنظيم البطوله كلام من ده ممكن يكون اثر عليك ووقعك في بعض المباريات سواء افريقيا او محليا صحيح. كمان بسبب ضغط المباريات كل 48 ساعه ماتش يعني. صحيح مع لكن الشخصيه موجوده. صحيح مع معالجه الامور بالطريقه اللي حصلت في الفتره الاخيره وحاله الاستقرار اللي بيعيشها حاليا، اعتقد ان الجمهور بينتظر عوده الاهلي من جديد لمنصه دوري ابطال افريقيا، استعاد الفريق لمكانته الطبيعيه في كاس العالم للانديه، انهاء الدوري بشكل مبكر. طبعا طبيعي ان الاهلي بينهي الدوري بشكل مبكر، ما ينتظرش في صراع لاخر محطات. الاهلي عادته ان هو بينهي الدوري الاهلي عندما يكون في حالته الفنيه وبيعيش استقرار فني متكامل. الاهلي يحسم الدوري مبكرا وبعيدا عن اي صراعات. بس في منافسين اقوياء برضه في البطوله يعني. او طول عمر الاهلي يعني حتى لو في منافسين اقوياء، الاهلي لما يكون في حالته اللي احنا عارفينها اللي هو الاهلي، مفيش البطوله بتنتهي بشكل مبكر جدا. وده اللي انا بقول عليه، الاهلي لما بتكون شخصيته حاضره، اللعيبه شعره بحجم المسؤوليه اللي عليها، في استقرار فني واداري اعتقد ده بقى موجود، يستطيع الاهلي ان هو يقدم يستعيد الشكل اللي احنا عارفينه اللي احنا شفناه طول السنين الاخيره، ويستعيد وجوده من جديد على منصات التتويج والحصول على البطولات. ان شاء الله اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في الموسم الجديد ده. كان ملف مهم قوي ابتدينا بيه فقرتنا مع الاستاذ سعيد علي، لكن بعد الفاصل عندنا كلام اكتر بكتير على بطوله المباراه اللي في هذه اللحظات ما بين تونس والسنغال، او مباراه الساعه 9 بالليل ان شاء الله ما بين نيجيريا والجزائر. استنونا بعد الفاصل. عندنا اخبار كتير لسه مكملين من خلال فقرتنا الحاليه من كلام في الميديا مع الضيف العزيز استاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بجريده الدستور، وعايزين نتكلم بقى على بطوله الامم الافريقيه اللي للاسف الشديد جدا جدا مصر مش بطوله وخرجت بدري وظروف كتير. قبل ما اتناول معاك الصحف والعناوين اللي فيها بالتحديد على المواقع، عايز اتكلم من وجهه نظرك اسباب المستوى السيء لمنتخب مصر والخروج المبكر في بطوله على ارضك وسط جمهورك، من وجهه نظرك ايه؟ يعني انا مش عايز اشوف السبب قريب، انا شايف السبب بعيد. يعني السبب من فتره طويله جدا، احنا مصر او المنتخب المصري دخول عناصر جديده محدود جدا. احنا هي نفس المجموعه اللي كنا بنقول فيها مشاكل، هي نفس المجموعه اللي بتلعب نفس الطريقه نفس العقم نفس الاسباب اللي احنا بنشاهدها، اللي احنا بنقول ان المنتخب ضايع بسببها. مفيش حد دخل جديد. طب ايه الفكره؟ مين ليه مصر ما بتفرزش مواهب جديده؟ لان احنا عندنا منتخبات شباب من 2013 ل 2020 اهو 7 سنين كامله لا تفرز لاعب للمنتخب الاول. ده بسبب ان انت منتخبات الشباب اللي بتلعب في تصفيات امم افريقيا بتخرج من الدور التمهيدي فعلا. ما بتلعبش امم افريقيا بالاساس، فهتدور هتلاقي الازمه في التخطيط. احنا اخر مره لعبنا امم افريقيا امتى؟ 2013 يعني من زمان. يعني من 7 سنين انت ما فيش جيل طلع مثلك في الامم الافريقيه عشان يطلع 4 5 عناصر للفريق. انا بتكلم على الشباب بالتحديد. الشباب هم ما هي القاعده من تحت بالظبط. فانت لو دورت على السبب الرئيسي هتلاقي ان اتحاد الكره بيعتمد على المجاملات في اختيار المديرين الفنيين والاجهزه الفنيه، مين صاحب مين ومين مع مين، فبتلاقي منتخبات فاشله ما بتطلعش المنتخب الاول. فلحد النهارده احنا بنلعب بنفس العناصر، ما فيش حد بيدخل جديد، لكن حوالينا الدنيا كلها بتتغير، عناصر جديده بتدخل، فده السبب الرئيسي ان منتخبنا بقاله سنوات ضايع. هنضيف لده بقى في الوقت الحالي نشوف ان احنا كان عندنا جهاز فني بدل كل الشغل اللي عمله على مدار سنه كامله، لانه طولب انت محتاج نتائج، فغير من طريقه اللعب واستراتيجيته وفلسفته اللي معتمد عليها بقاله سنه كامله، وبدل من الشكل العددي والشكل الخططي، واصبح بيدور على التلاتة ومن العناصر كمان ومن العناصر ومن الفكر الخاص بالاعمار السنيه، الفكر المشروع المتكامل اللي هو كان جاي بيه واللي هو ابتداه بشكل جيد في البدايه واستبشرنا خير، فتخلى عن ده لما طولب منه احنا محتاجين نخطف ونجري. طب هو ما كانش يقدر ما نقدرش نخطف ونجري بالطريقه اللي هو كان ابتدى بيها؟ كنا نقدر، احنا كنا نقدر. يعني احنا ما هو اللي يسال برضه في الحته دي، هو يسال ان هو تخلى عن مشروعه الشخصي بالظبط. يعني هو المدرب صاحب الشخصيه هو اللي بيفرض مشروعه وبيفرض افكاره على الاداره، مش الاداره اللي هي تقعد معاه تقول له تدخل مين وتخرج مين، تستبعد ده وما تستبعدوش. فده كان واضح ان اجيري ما كانش صاحب شخصيه قويه. هنضيف لده برضه ان احنا منتخب قليل الابتكار، يعني احنا منتخب من بين عدد قليل قوي من المنتخبات في افريقيا اللي ما فيهاش لعيبه مبتكره بتطور الاداء، لعيبه نمطيه وموظفين لدرجه. يعني انا لما بتفرج على مبارك وكاسو في غانا، ولا بتفرج على اسماعيل بن ناصر في الجزائر، لاعب النص الملعب هو طارق حامد اللي بيبذل جهود كبيره جدا في الضغط وقطع الكوره، لكن لما بيمتلك الكوره بتشوف تطوير مختلف تماما. احنا عندنا قناعات الارتكاز، انا اقطع بس انا بطرد الخصم،
طب هنا احنا محتاجين اللاعب اللي يطور الاداء. لازم نغير عقليه طارق حامد ونطور عقليه النني. انت لازم تبقى مراوغ، انت لازم تبقى تجيد اللعب في الزحمه، انت لازم تبقى تجيد الباص الطولي واللونج باص والثرو باص. لعيبه منتخب مصر، لعيبه الوسط اتربوا على ان انت بتقطع وتسلم لاقرب لاعب جنبك، فما فيش. احنا محتاجين نبدا نغير فكرتنا عن لعيبه مثلا وسط الملعب اللي هي اكبر مشكله عندنا. احنا يعني عندنا خط هجوم قوي سريع بيقدر يخلق مساحات، بيقدر يهدف من ما كانش عندنا اللي يوصل خط الهجوم، لكن احنا ما كانش عندنا. احنا كنا بنشوف صلاح ينزل لنص ملعب عشان خاطر يستلم ويعمل ويعمل شغل، وتريزيجي يجيب الكوره من نص الملعب، مروان مظلوم يعني لوحده، مروان مفصول تماما ومعزول بشكل كامل. فاحنا هنا المشكله الاكبر، احنا عايزين فنانين، محتاجين حسام غالي. احنا محتاجين لعيبه من نوعيه انت محتاج لعيبه. لازم تتعلم الشباب والاولاد من صغرهم ان هم يبقوا اختار العقل. الكرة بتتلعب بالعقل، مش بالابدان بس، مش بالجسم والقوه، لا، محتاجه العقل قبل اي شيء. ابني على العقل اي حاجه تانية. يعني انا اكتر حاجه زعلت عليها لما شفت مباراه كاسو بغادر البطوله، خسرنا لعيب مهم جدا. انا عايز لعيبه تتخس تتفرج عليه هو بيقطع بعقله. يعني توقعه هو السر، ميزته هو بيتوقع ازاي. لا، لعيب مميز قوي بصراحه، حاجه مش طبيعيه. يعني في المباراه اللي خرجوا فيها عمل 9 كرات عرضيه واستقطع 13 كوره. يعني بيدافع قد اتنين مدافعين، ثلاثه مدافعين، وبيهاجم زي اي لاعب. ولو جات له فرصه تسديد هتلاقي مسدد، هتلاقي حاجه مش طبيعيه، هتلاقي كارلوس بيشوط. احنا عايزين اللعب المتكامل ده. مصر ما فيهاش اللعب المتكامل ده، وقص على ده في كل المراكز. ايضا هتلاقي الظاهرين نمطيين. ما فيش عندنا ظهير زي علي معلول، مفيش في مصر ظهير زي علي معلول يقدر يراوغ ويقدر يقتحم في العمق امتى وامتى يعمل الثرو باص. طب ما خلينا اتكلم معاك بصراحه برضه، ما عبد الله جمعه كان بيقوم بالواجب ده مع نادي الزمالك بشكل كويس جدا، وفي المقابل المدير الفني ما اختاروش. ومحمد هاني الناحيه الثانيه. احنا عندنا برضه، عندنا اللعيبه على فكره كان في ظلم في الاختيارات. بالزبط. ان احنا مش موجود محمد هاني اللي انت بتشتغل عليه من فتره طويله جدا، لاعب وقام بادوار. ومحمد هاني كان اكتر لاعب يناسب الفكره دي فعلا، يعني وكان عامل دي بشكل كويس جدا. لان انت طول الوقت معتمد على ايه؟ معتمد على تحرير صلاح من الخط فيدخل الملعب، فمفترض الظهير الايمن طول الوقت بيتواجد في المناطق الاماميه. فالظهير الايمن ده اللي بيتواجد في المناطق الاماميه لو هو مش مبتكر وعنده القدره على المراوغه والاختراق، يبقى انت كده خسرت. عشان كده احمد المحمدي كان كل ما يوصل يقف، الناس تقول هو واقف ليه؟ لان هو ما عندوش القدره على الاختراق. احمد المحمدي بيعمل كروسات عرضيه، وانت ما عندكش زياده عدديه في المنطقه، فما بيعملش، فبيقف فبينزل. لكن محمد هاني بيعمل دي زي منتخب الجزائر بالظبط. منتخب الجزائر النهارده انا متوقع ان هو هيعاني، لان يوسف عطال اللي محرز بيسيب الخط زي صلاح ويدخل في القلب عشان هو يطلع مش موجود. لعيب جامد قوي يوسف عطال ده، جامد جدا. لعيب، بص، لعيب عالي جدا. هو مبتكر، فنان، سريع جدا، عنده ثقه في نفسه كبيره جدا. روحه كمان في الملعب عاليه قوي. لا، الروح دي ده قتيل على كل كره ما شاء الله عليه. بصراحه هي بتميز الجزائر كل منتخب الجزائر، ودي شخصيه المدرب. جمال بالماضي هو روح الجزائر. يعني هو انا اول مره اشوف رياض محرز ويوسف البليلي جناحين بيدافعوا وكانهم ظاهرين طوال الوقت، تلاقيهم في الثلث الاخير من ملعبهم. عدنان كاديورا واسماعيل بن ناصر، اثنين تلاقيهم في قلب منطقه الخصم او بيهاجموا من على حدود 18، وفي نفس الوقت تلاقيهم في قلب دفاعهم بيدافعوا. لا، مجهود عالي جدا بيبذله لعيبه منتخب الجزائر، عشان كده هم خاطفوا قلوب وخاطفوا عقول كل مشجعين امم افريقيا السنه دي. طيب، عشان اقفل ملف منتخب مصر، المطلوب خلال المرحله اللي جايه سواء من اللي هيجوا في اتحاد الكوره او من الجهاز الفني الجديد، من وجهه نظرك عشان يرجع المنتخب المصري لبريقه المعتاد واللي احنا نفسنا فيه على طول، وعشان ان شاء الله باذن الله ننافس بقوه على بطولة الأمم الأفريقية 2021 ونتأهل إن شاء الله لكأس العالم 2022. أول حاجة نعمل رابطة محترفين تدير الكرة في مصر على طول. خلاص، ما بقاش عندنا وقت نضيعه. إحنا مش أقل من الكونغو بيديرها دوري احترافي دلوقتي. يعني كل دول أفريقيا اللي كانت متأخرة عننا بسنين طويلة جدا النهاردة عندها دوريات احترافية. فإحنا المفترض إن إحنا تكون عندنا مجموعة تدير الدوري من خلال رابطة محترفين. ورابطة محترفين دي مش هنرجع للأسماء القديمة تاني، لازم نشوف الشباب المؤهل إن هو يقوم بالدور ده. إحنا عندنا مئات من الشباب حصلوا على رسائل الدكتوراه في اعظم جامعات العالم في اسبانيا وفي المانيا، وعندهم العلم الكامل بالمشاريع اللي حصلت في الدول دي والنقله اللي حصلت في الدول دي. دول اللي احنا محتاجينهم دلوقتي. والله ما محتاجين الحاج محمود مش عارف مين والحاج مين، خلاص احنا احترامنا اكيد وتقديرنا لكل الناس، لكن هي مرحله في وقت انت محتاج خلاص تغيير بقى شامل. يعني اشتغل بشكل علمي. صح. خلاص، احنا مفترض ان احنا نشتغل بشكل علمي. انا كمان مش مع فكره المدرب المصري، لان انا مع كامل احترامي لكل المدربين المصريين، احنا ما عندناش مشروع مدرب متكامل في مصر.
انا مختلف جدا مع كل الناس في فكره الاسماء المرشحه سواء كابتن حسام حسن. وكابتن حسام حسن راجل بيزرع الروح والحماس كل شيء، لكن عنده مشاكل في فكره الابتكار ايضا، وان هو لما يواجه دفاعات متكتله حلوله ما تبقاش موجوده. عندي احمد حسام ميدو راجل عنده افكار عصريه وعنده حداثه في الشكل الخططي، لكن عندي مشاكل في الشخصيه وقدرته على قياده المجموعه مش موجوده. فما عنديش المدرب في مصر المتكامل اللي يقدر يعمل لي اللي احنا بنحلم بيه او اللي احنا محتاجينه. واحنا مفترض ان احنا ندور على مشروع مدرب قوي زي ما المغرب قدرت، زي ما زامبيا قدرت، زي ما نيجيريا قدرت، منتخبات كتيره جدا قدرت من خلال مدربين اجانب شخصيتهم قويه عندهم مشروع يفرضوا على الاداره، مش الاداره هي اللي تفرض عليه شغلها. ما هي وجهه نظر اخرى ممكن يقول لك ان الوقت ضيق، انت مقبل على تصفيات سواء بطوله الامم الافريقيه الجديده او كاس العالم، فمحتاج حد يكون ملم بالامور والامكانيات الخاصه بلاعبي منتخب مصر او اللاعبين المحليين بشكل كامل والمحترفين اكيد يعني، فبالتالي تلجا للمدرب الوطني. احنا محتاجين نشتغل بشكل سليم وما نراهنش على بكره، احنا يعني لازم تكون نظرتنا ابعد من فكره ان البطوله. ما انت ممكن تجيب مدرب قوي او مدرب ضعيف او تشتغل بشكل كويس وما تكونش موفق وتخرج من ادوار مبكره، لكن احنا عايزين نشتغل على مشروع. جه الوقت اللي احنا نمتلك مشروع فيه، ان احنا نشتغل بشكل علمي وشكل مخطط، وعايزين مشروع، مش عايزين نلم الدنيا ويلا زي ما كان كابتن هامين رمزي بيقول لي قبل كده احنا شغالين في اتحاد الكوره بسياسه يلا نقرا الفاتحه وصلوا على النبي يا شباب وان شاء الله ربنا يكرمنا. لا مش عايزين، مش احنا عايزين نشتغل. عايزين كابتن رمزي قال لك كده؟ انا كابتن هامين رمزي ونشر في حوار يعني انا نشر في حوار ان مجموعه اتحاد الكوره بتدير العمليه بالحب وصلى على النبي ونقرا الفاتحه. يعني هو بيشتغل ده المنهج بتاعهم. لكن هم يعني انا كنت مع عمرو فهمي من يومين سكرتير عام الكاف السابق بيقول لي لحد سنه قريب اتحاد الكوره بيعاملني بالفاكس. يعني كل الاتحادات افريقيا بما فيهم الجزر اللي ما بتلعبش كوره اساسا تطوروا وبيشتغلوا بشكل تكنولوجي، واحنا لسه هنا في اتحاد الكوره بيعملوه بالفاكس. فلا احنا متاخرين جدا، احنا محتاجين بقى نشتغل من خلال مجموعه جديده. فانا شايف ان التدخل في المرحلة دي مهم جدا وابتدى يحصل وان شاء الله هيحصل. وان تكون في مجموعة مؤهلة انها تقوم بالدور ده بيحصل. يعني لازم اتحاد كرة محترف ومتفرغ لإدارة الشؤون ما عندوش أي شغلانة تانية بقى. لازم بقى. مش عايزين أعضاء اتحاد كرة عندهم برامج الصبح وبرامج بالليل، مش عايزين أعضاء اتحاد كرة متفرغين للإعلانات، مش عايزين أعضاء اتحاد كرة عندهم مشاريع أكاديميات في كل أنحاء الجمهورية وفي بره وجوه، مش عايزين أعضاء اتحاد كرة عندهم شركات تسويق وبيشتغلوا في التسويق الرياضي، لا. احنا عايزين اتحاد كوره شغلته اداره اتحاد الكوره يتقاضى مقابل المهنه دي، مقابل التخطيط ده، مقابل اشرافه على التنفيذ ده. لكن احنا هنرجع للمنطقه ثانيه، لا هنرجع لازم يكون المسؤولين في اتحاد الكوره عندهم الشخصيه القويه القادره على الاداره في مصر واداره شؤون الكوره بالتحديد. يعني مؤهل يعني اولا، في بعض ممكن يكون بالكلام كتير بالاصوات العاليه بالتليفونات بالكلام من ده بيحسموا امور، يعني ده امور شفناها خلال الموسم الحالي لسه يعني صحيح. لكن انا اعتقد ان الضربه القويه اللي كلنا تلقيناها عشان نصحى. يعني جه الوقت ان احنا نفوق، واعتقد ان طب ليه ما فوقناش بعد روسيا؟ ما هي روسيا دي برضو كاس العالم دي كانت ضربه قويه، يمكن فكره ما كناش رايحين ناخد البطوله طبعا. صحيح. يعني بس على الاقل كنت تعمل شكل كويس. يمكن انت في روسيا كان صعودك مجرد صعودك هو الانجاز، فما كانش مترقب منك ان انت تصعد، وكمان المباراه الكويسه جدا ان انت عملتها قدام اوروجواي حسنت من شكلك شويه. ففكره ان الموضوع الخساره جت، يعني خساره السعوديه جت في النهايه، فاللي هو كان في تسامح شويه اللي احنا كنا ممكن نقول نحطها في كوبر. يعني قلنا كوبر طريقته الدفاعيه هي اللي عملت فينا كده، فجبناها في كوبر. وكوبر الوقت اثبت ان هو كان الوحيد او هو اللي شال الليله. يعني انا كان ليه عنوان بعد كاس العالم كان من شت الجورنال عندنا في الدستور، المدمرون. لماذا تجب محاسبه رجال بوريده قبل كوبر؟ بوريده ورجاله قبل كوبر، ده كان عنوان ومنشتي بعد روسيا على طول. كان هم دول اللي لازم يتحاسبوا. ليه؟ انا بكلمك من بدري على شكل التخطيط من تحت. صح. احنا صح. عندنا ازمه من تحت، مفيش ناس بتدير، في ناس متفرغه لمشاريعها الشخصيه. حاليا احنا ان شاء الله بنشتغل على فكره مجموعه تدير وتتفرغ وتتقاضى مقابل ما تؤديه. واحنا زي ما انت قلت، احنا بلد احنا برازيل. مصر بلد كبيره طبعا، لينا تاريخ كبير جدا في افريقيا. يعني مصر بعد البرازيل في حجم المواهب. لا انت لو نزلت اي شارع في مصر يعني انت تطلع مواهب من تحت الارض. صح. مليانين مواهب، مليانين في كل حته. لكن تنظم ده ازاي؟ توفر توسع قاعده المشاركه ازاي؟ ازاي تنتقي؟ مين اللي يبقى المسؤول؟ مين اللي بيخطط؟ مين اللي تاهل مدربينك؟ انا النهارده وانا ببص على المدربين على الاسماء المرشحه، انا بشكل شخصي لما بغوص في تفاصيلهم الفنيه بلاقي ان مفيش حد متكامل، مفيش مشروع مصري متكامل. أكيد. لان مفيش مشروع مصري
تم تأهيله بشكل كويس. مفيش مدرب في مصر حضر معاشات كتيرة في أماكن كبيرة، تعرف على الجوانب العلمية اللي ناقصاها، لأن للأسف كابتن عبد الستار صبري قالها لي، والله قالها لي بشكل شخصي، قال لي احنا كل علاقتنا بالتدريب ان احنا كنا لعيبه سابقه بس، لكن احنا بعاد تماما عن فكره التدريب وفكره المشاريع. قالها لي بشكل صريح. هو بيتكلم بشكل عام على المدربين في مصر. كابتن عبد الستار صبري مدرب كبير برضه، مدرب كبير بس يعني انا اكلمك بشكل صريح، انا اتعودت ان انا اكون صريح، وهي دي الحقيقه. ولو احنا ما واجهناش الناس بالحقيقه هنفضل زي ما احنا. فهو الفكره ان اللعيب بطل كوره فيلبس ترنج بدل الشورت والفلانه ويقعد يدرب وهو ما عندوش خلفيه. يعني لحد النهارده برضه واحد من كباتن الكبار جدا يقول لي انا لا، انا ضد فكره ان يبقى مدير تسويق النادي الاهلي او الزمالك راجل ما لبسش فانلة وشورت. طب ايه المنطق في ده؟ ما كابتن عادل القيعي ما لبسش فانلة وشورت بس مضى نجوم العالم كلهم. هي الازمه مش في فكره فانلة وشورت، ان الراجل النهارده كل مدراء التسويق او كل المدراء الرياضيين في كل انديه العالم الناجحه ما لهمش علاقه بفانلة وشورت، هم درسوا واشتغلوا بشكل علمي، وهي دي الكوره. الكوره بقت اقتصاد، ما بقتش فانلة وشورت، مش مجرد فانلة وشورت. طب خليني اسالك بقى، رئيس اتحاد الكره القادم يجي شخصيه لعبة كورة ولا شخصية إدارية وتقدر تدير؟ لأن الإدارة ده برضو فن، يعني لازم أنت تكون بتعرف تدير. هل الأفضل يكون إيه؟ واحد لعب كورة ولا شخصية بتعرف تدير؟ لا، أنا في النهاية أطبق اللوائح، واللوائح بتقول إن هو يكون لعب كورة قبل كده، بس لعب كورة قبل كده مش شرط. لوائح إيه؟ فكرة إن أنت تبقى عضو اتحاد كورة لازم تكون أنت لعبت كورة قبل كده. أنا كان دلوقتي على رئيس الاتحاد نفسه. لا، أنا مع الراجل بتاع الإدارة اللي بيعرف يدير. ده بيحصل في كل حته في العالم، نماذج كتيره جدا الناس بتنجح ناس اداريين بالاساس، والناس اداريين ومؤهلين وعندهم تجارب. فاحنا محتاجين رجل اداره، مش رجل بيقرا الفاتحه ويجمع الناس والحب والود يا جماعه وربنا هيكرمنا ان شاء الله. لا، محتاجين اداره، لازم اداره بطريقه علميه طبعا، لازم عشان الكره المصريه. واعتقد ان ده اللي هيحصل. هيحصل يا رب. والله اكيد نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للكره المصريه في المرحله القادمه. عايزين بقى نروح نتكلم على بطوله الامم الافريقيه ومباراة في هذه اللحظات ما بين السنغال وتونس. النتيجة كام يا جماعة؟ 0-0 لسه؟ 0-0. شايف المباراة دي ازاي؟ وشايف مباراة بالليل كمان ما بين الجزائر والنيجيريا ازاي؟ المباراتين متكافئتين جدا، مباراة تونس والسنغال اتكلم عليها بشكل محدد. انا من اشد المعجبين جدا بتفكير واستراتيجية ألان جريس. كويس. يعني هو الراجل الفرقة الناس في البداية هجمته كتير جدا وطلبت ان هو زي ما حصل مع كورة بالظبط، احنا عايزين كورة هجومية، احنا عندنا المساكني وعندنا الخزري وعندنا فرجاني ساسي وعندنا لعيبة مهارية كتير جدا، فمحتاجين نلعب نشوف كورة جميلة. لكن هو الراجل بيطبق منهج الصبر. الصبر ثم الصبر ثم الصبر. اصبر لحد ما الخصم يخطأ فلاقي المساحة فسجل، ودي الاستراتيجية اللي تصلح للبطولات المجمعة اللي بتتلعب في اسبوعين ثلاثة. اخطف واجري. فهو زي ما احنا عملنا كده في الجابون. زي ما احنا عملنا في الجابون، واحنا رايحين بنفس العناصر وبنفس المشاكل اللي موجودة، لكن احنا قدرنا نطبق فلسفة. عشان كده انا شايف فلسفة كوبر كانت ناجحة. طبعا كانت ناجحة وفق المعطيات اللي معاه. طريقته ما كانتش حلوة في اللعب، مش الطريقة اللي تخلي المصريين يبقوا مبسوطين بالأداء وكلام من ده، مفيش هجوم مفيش أهداف كتير، لكن في نفس الوقت أنت بتحقق كل اللي أنت عايزه، كل التحديات وكل أهدافك بتوصل لها من خلال الطريقة دي. صحيح، وأنت بتقيس المعطيات اللي معاك إيه؟ ما هو أنت ما تطلبش إمكانياتك إيه؟ ما تطلبش من طارق حامد ومحمد النني إن يكونوا مبتكرين زي انيستا وتشافي يعني، أو أنت لازم تبقى واقعي وعارف الادوات اللي معاك ايه. فانا عجبني الراجل وظف ادواته كويس جدا. حتى قدام مدغشقر الخصم المتواضع، لما تيجي تبص على الاهداف اللي بيسجلها هو ايضا بينتظر مدغشقر، والصبر عنده بيصل لدرجه ان هو ينتظر مدغشقر تطلع له عشان يلاقي المساحه. فاعتقد ان هو صاحب فكر وصاحب فلسفه قدر يراهن عليها ويصبر عليها ويتحدى بها الجميع. وبعد ما سجل الهدف الثالث في مدغشقر تشوفه كده وهو بيشرب الميه، اللي هو بيشرب بطريقه خلاص انا خلصت، انا انتصرت عليكم كلكم، انا انتصرت على الجميع. وفعلا انتصر وصوله للمربع الذهبي بعد سنوات طويله جدا جدا. تونس بعيده 15 سنه تقريبا. فوصوله النهارده للمربع الذهبي حتى في حال خسارته النهارده امام السنغال قدام فريق قوي جدا، لو حصل يعني عارف انت مش عايزها تحصل، هيبقى انجاز كبير جدا. بعد ما كان في قرار باقالته بعد تعادل مالي في دور المجموعات. بصراحه تونس توصل للنهائي طبعا. اكيد ان شاء الله ياخدوا البطوله. طبعا احنا كلنا نفسنا تونس والجزائر بما انهم منتخبات عربيه ان هم يكونوا متواجدين. كل الدعم والمسانده والتشجيع للجماهير المصريه للمنتخبات العربيه بكل تاكيد ده مفروغ منه. صحيح. فنتمنى ان ألان جريس ان شاء الله رهانه يستمر للحظه الاخيره، وان كنت اتوقع ان ماني مش هيبقى خارج النهائي. يعني متوقع ان طبيعي ان ماني بعد المجهود ده وبعد الموسم ده وبعد التركيز اللي كان ظهر عليه طوال مشوار البطوله وحرصه على انه يقدم نفسه للجمهور بالصوره المثاليه اللي قدم نفسه بيها، اعتقد ان التوفيق هيفضل حليفه زي ما التوفيق كان ضد صلاح
اللي هو خصمه منافسه مباشر، اعتقد ان توفيق افضل حليفه على الاقل يكون متواجد. توفيق كان ضد صلاح فعلا ولا هو احنا اللي كنا وحشين كمنتخب بشكل كامل؟ التوفيق كان ضد صلاح لانه بيلعب مع مجموعه بتحرمه من انجازه الفردي، يعني ده صعب جدا. عايز اتكلم معاك على خبر من الوطن سبورت وبيقولوا ان قبل نصف النهائي النهارده 5 لاعبين يتصارعون على هداف كان 2019 سيطره جزائريه. شايف التصارع على هداف البطوله السنه دي شايفه ازاي في ظل تواجد ساديو ماني عنده 3 اهداف، اجاله نجم المنتخب النيجيري 3، ادم والناس هذا او هذه الموهبه الكبيره في الجزائر 3، رياض محرز 2 وبلايل 2. كان ضعيف المنافسه على فكره الاهداف السنه دي كانت ضعيفه، ودي بتقول ان العمل الجماعي كان طاغي على الموهبة الفردية، يعني برز بشكل كبير جدا ان كان في عمل جماعي، عشان كده تلاقي ادم والناس 3 ومحرز 3 وبليل 2، فبتلاقي ان هنا في منظومة جماعية بتشتغل، مش مهم مين بيفنش، مش مجموعة، احنا بقى مجموعة كانت طول العمر طول الوقت بتبني مشروعها على ازاي نحط محمد صلاح قدام الجون عشان يفنش. طب لو محمد صلاح ما وصلش وصل حد غيره ممكن يحصل، ممكن تريزيجيه يضيع انفرادين فتزعل من تريزيجيه فتلاقي النتيجة عكسية. فهنا في هنا جمال الجماعيه، وهي كره القدم بالاساس هي لعبه جماعيه مش فرديه. صح. فهنا المشروع الجماعي في المنافسه على الهداف بتقول ان العمل الجماعي هو اللي كان طاغي وهو اللي كان سر تفوق المنتخبات اللي وصلت للمرحله ديت، وكان سر تفوق المنتخبات الصغيره اللي قدرت تتفوق على نجوم كبار جدا. فعلا. يعني زي بنين اللي هي بتطيح بزياش النجم اللي الناس كلها كانت منتظره منه شيء كبير جدا، مدغشقر. جنوب افريقيا اللي بتطيح محمد صلاح نجم ليفربول ودوري ابطال اوروبا، مدغشقر اللي كانت موجوده لابعد مدى فازت على نيجيريا فهنا كان واضح جدا ان كوره عمل جماعي، والشغل الجماعي والتكتيكي كان اهم سمه بتميز البطوله السنه دي اللي ورت لنا مدربين جداد قدموا اشكال تكتيكيه وخططيه بتقول ان الكره في افريقيا تطورت بشكل كبير جدا. فنيا شايف البطوله كويسه؟ من الادوار التاليه كانت قويه، وشايف يعني فعلا هو مش كلام للاستهلاك، لا الكره في افريقيا تطورت والفوارق تلاشت، بمعنى اصبح ان في ناس ناضجه تكتيكيا. يعني انت كنت زمان تلاقي فرق مهاريه في مهاريه شويه بتنافسك في حته المهاره شويه، لكن حاليا اصبح حتى الخصم اللي اقل منك بكتير قادر يقف في الملعب بشكل كويس ويضيق عليك المساحات ويخلق لك صعوبات. هنا النضج التكتيكي، التطور التكتيكي، الاستعانه بالمدارس الاوروبيه. زمان الكره في افريقيا كان الدفاع، كل الفرق الافريقيه دفاع سيء وحارس مرمى سيء، دلوقتي كان سذاجه مش طبيعيه. كنت تقدر تحط يعني لو تفتكر مباراه الملعب المالي الكابتن تريكا نزل في ربع ساعه قلب الدنيا تماما، فكنت تقدر طول الوقت ان انت تسرق اي فريق افريقي بسذاجته باخطائه هو. لكن حاليا اصبح في ناس بتتمركز كويس جدا، كل تحرك مدروس، مين واقف جنب مين، مين بيدافع مع مين، مين بيقرب لمين لما بيستلم الكوره، تطلب الكوره فين، في انهي منطقه في الملعب. شغل واضح جدا بورقه وقلم، فده خلى الفوارق في افريقيا تلاشت وخلى الماتشات صعبه جدا. احنا اتفرجنا على مباراه البطوله بشكل عام، كانت كل الماتشات صعبه ومعقده فعلا. حتى للمربع الذهبي النهارده، كل المربع الذهبي تونس عانت امام موريتانيا معاناه غير طبيعيه. صح. يعني كان معانا ماهر الكنزاري المدير الفني المدرب العام للفريق قبل المباراه بيتكلم معانا في حوار للدستور، بيقول ان اصعب مباراه انا واجهتها كانت موريتانيا، ما كانتش غانا ولا كانت الفرقه كبيره، لا كان موريتانيا اصعب من مالي واصعب من اي حد تاني، خلق له صعوبات كبيره جدا. كذلك السنغال عانى امام بنين لحد الدقيقه 75 76 جايه بكوره من قلب الملعب قدر يخترق. صح. ويخطف المباراه في وقت ما كانت بنين خلق صعوبات كبيره جدا بعد ما طاحت في المغرب. فشايف ان المنتخبات الاربعه اللي وصلوا بمعاناه شديده، يعني يمكن باستثناء الجزائر اللي كان مشوارها صعب، كان طول الوقت بتقابل فرق كبيره، يعني ما واجهتش فرق صغيره، لا طول الوقت من بدايه المجموعات السنغال وبعد كده كوت ديفوار والسنغال اللي هو كان افضل مباراه في البطوله. صح. مباراه كان رتمها عالي جدا. كنت تحس ان انت بتتفرج على مباراه في دوري ابطال اوروبا في المحطات الاخيره، او بتتفرج على منتخبين اوروبيين ناضجين بشكل قوي جدا، مباراه كاس عالم دور 8. انا يعني كنت حاسس ان انا بتفرج على المانيا واوروجواي مثلا، يعني كان في قوه، في تركيز، في حاله، في تطور مش طبيعي في عند كل اللاعبين، وفي حرص شديد جدا في ان انت فكره ان انت تضيق المساحات تحرم خصمك من ان هو يوصل لمرماك، والتسجيل من انصاف الفرص. التسجيل من انصاف الفرص ده كان بيحصل، شفناه حتى في هدف كوت ديفوار، الهدف التعادل كان شكله خطف خط دفاع الجزائر بكامل في نص ثانيه، فكان في كوره عاليه جدا في المباراه دي. طيب عشان عايز اتكلم معاك على الماتشين بتوع النهارده وتوقعاتك ليهم بشكل نهائي، خلينا نقول بعض الاحصائيات الخاصه بالاربع منتخبات في نصف النهائي. نيجيريا لعبت على مدار تاريخها في البطوله، فازت بالبطوله 3 مرات، اشتركت 18 مره، لعبت 90 مباراه،
فازت في 49 تعادلت في 21 خسرت في 20 مباراة ليها 128 هدف وعليها 84 هدف. الجزائر فازت بالبطولة مرة واحدة بس عدد المشاركات 18 برضو لعبت 72 مباراة فازت في 26 تعادلت في 21 خسرت في 25 وليها 90 هدف وعليها 81 هدف. تونس خدت البطولة مرة واحدة لعبت 19 مرة هذه البطولة ايضا خاضت 73 مباراة تعادلت في 23 او تعادلت في 28 وفازت في 23 وخسرت 22. السنغال ما فازتش بالبطولة ولا مرة هي المنتخب الوحيد في نصف النهائي اللي لم يفز بهذا اللقب عندهم 15 مشاركة لعبوا 58 ماتش فازوا في 22 وتعادلوا في 14 وخسروا في 22. الاقرب من الرباعي للفوز ببطوله الامم الافريقيه من وجهه نظرك او خلينا الاول نقول النهائي هيكون مين ومين ومين اللي هيفوز من وجهه نظرك او توقعاتك يعني؟ اتوقع النهائي نيجيريا والسنغال. نيجيريا والسنغال. والسنغال. انا شايف انت توقعاتك عكس كل التمنيات يعني. نيجيريا والسنغال واعتقد السنغال هو بطل الامم الافريقيه. السنغال. هم اقوى يعني واقدر. انا شايف حظوظهم اكبر من مش الجزائر يعني. مش الجزائر، انا في رايي ان الجزائر هيعاني النهارده. ليه الجزائر هيعاني النهارده؟ لان نقطه قوه المنتخب النيجيري هي نقطه ضعف المنتخب الجزائري النهارده، مكان عطال زي ما انت قلت اللاعب الكبير جدا النهارده مهدي زفان، انا شفته في الوقت القصير اللي لعب قدام كوت ديفوار كانت في صعوبات للدفاع المنتخب الجزائري من المنطقه ديت. كمان المنتخب النيجيري بيتميز بوجود احمد موسى اللاعب السريع جدا في المنطقه دي، فانا قلقان جدا من فكره سريع جدا فعلا من فكره مصرح. احمد موسى مع مهدي زفان شايف انها مواجهه في صالح المنتخب النيجيري. كمان شايف ان ايوبي يقدر يحصل على مساحات بذكاء ومكره ورا اسماعيل بن نصر وعدنان قديورة اللي بيحبوا يتقدموا دايما ويحبوا يهاجموا. فشايف يعني لو هيكون في قلق هيكون قلق على المنتخب الجزائري في المنطقتين دول. كمان تشكويزي اللاعب الرائع جدا مميز جدا وسريع قوي حاجه مش طبيعيه، وفكره مرونته ان انت ما تعرفش تشوفه امتى في قلب الملعب وامتى يطلع على الخط وفي موقف لاعب على لاعب. انا شايف ان هو يتفوق ايضا على رامي سبعيني بن سبعيني في الجهه اليسرى لمنتخب الجزائر. فشايف ان المنتخب النيجيري عنده افضليه. كمان بيتميز بحاجه مهمه جدا ان احمد موسى وشكويزي الاثنين بيدافعوا بقوه جدا، تلاقيهم متواجدين دايما امام الظهيرين بتوعهم بيقعدوا بسرعه. طيب خلينا نشوف الجمهور على السوشيال ميديا بتحديد صفحه قناه الاهلي على فيسبوك توقعاتهم لطرفي المباراه النهائيه. صابر الحسيني قال السنغال والجزائر. مي عاطف قالت ان شاء الله السنغال والجزائر. محمد رفعت بيقول زيك السنغال ونيجيريا. عبد الرحمن قال انا حلمت ان تونس كسبت السنغال 3-0 يا ريت. ماشي اوكي. فينك بيتكلموا على مصر يعني للاسف ان هي مش موجوده. محمود جمعه قال ان شاء الله الجزائر والسنغال. محمود سعيد بيسال عن الصفقات لسه محمود ما فيش اي امور رسميه. احمد طارق قال السنغال ونيجيريا. شهد او شدا محمد قالت الجزائر والسنغال. يعني قليل قوي اللي ممكن يكون بيتوقعوا ان الجزائر وتونس هم اللي يوصلوا للنهائي، لكن ده تمني اكيد كلنا بنتمناه كعرب بشكل عام. سريعا البطوله تنظيميه رايك فيها ايه تنظيميا؟ من الناحيه التنظيميه طبعا رائعه جدا جدا جدا. مفيش اي خلل تم رصده طوال مشوار البطوله. صعب جدا تلاقي مشكله تتكلم عليها، بالعكس خالص احنا قدمنا بطوله للتاريخ بشهاده كل المشاركين. يعني العنوان الابرز في البطوله هو التنظيم يعني اهم شيء، وده يمكن ربنا بيدهولنا بيعوضنا بيه القصور الفني وان احنا مش موجودين في المحطات الاخيره، ويمكن ده الاهم. كان يهمنا قوي قوي التاكيد على رسالتنا وان مصر موجوده بقوه وقادره تحت اي ظرف وفي ظل اي معطيات انها تحتضن كل الافارقه وانها تنظم بطوله لاول مره 24 منتخب. كان موضوع تحدي صعب جدا علينا في وقت قصير، لكن قدرنا نبرهن للعالم كله ان مصر زي ما هي مصر وهتفضل طول عمرها مصر. اكيد ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمصر كدوله في كل المحافل وكل التحديات اللي بتاخدها هذه الدوله اللي احنا اكيد كلنا بننتمي ليها وبنحب جدا بلدنا مصر. ان شاء الله كل التوفيق لمصر على كل المستويات، وبالتحديد بقى بالنسبه لنا احنا كرويا نتمنى ان مصر ترجع زي الاول كرويا بالتحديد. لازم هيكون في شغل كتير جدا خلال الفتره الجايه. خليني اقول لحضراتكم ان تونس والسنغال حتى الان في الدقيقه 73 التعادل السلبي 0-0. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب التونسي الشقيق وكل التوفيق للمنتخب الجزائري مساء ان شاء الله امام المنتخب النيجيري في التاهل للمنتخبين للدور النهائي ان شاء الله باذن الله. استاذ سعيد علي انا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. اشكرك يا امين. اشكرك شكرا جزيلا. كان معانا الاستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بجريده الدستور، اتكلمنا في ملفات عديده جدا جدا سواء فيما يتعلق بالنادي الاهلي وبطوله الامم الافريقيه وكمان فيما يتعلق بمستقبل الكره المصريه. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده. استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.